اليوم فأزر رح نخبركم عن المعرض اللي رح يتم افتتاحه اليوم بعد الظهر الساعة 5 بحرم جامعة بيروت العربية تحت رعاية رئيس جامعة الدول العربية الأستاذ دكتور عامر جلال العدوي. اليوم معنا عميد متقاعد بالجيش بس بيهوى الفن، ولهالسبب هو بحب يرسم وأيضا هو عضو بنقابة الفنانين. معنا اليوم الأستاذ مارون نمر، وأيضا معنا فنانة تشكيلية وهي رشا قصير. أستاذ مارون ورشا صباح الخير، واهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. رح ابدا معك بدايه، لانه بواحد بيلفت له نظر واوقات بيكون شخص بيقولوا عنه كثير عسكري وملتزم وعنده هالانظمه اللي بيمشي عليها كل حياته بالجيش، لما بيهوى شغله هالقد فيها فن وهالقد فيها تعاطي مع ريشه او مع امور متعلقه بالفن بيستغربها يمكن ببعض الاوقات. كيف كان عندك هالحب لهالشغلتين، يعني للجيش وايضا لدرب الفن؟ بدون شك بفتكر هي موجوده بكل طبع، يعني بكل انسان في عنده مزايا معينه. هلا حسب ما بتمشي الظروف بده يتاقلم معها. بمرحله العسكر كنت عسكري، ايه هلا كنت عسكري وشوي بالفن. ما هذا اللي بدي اساله، كنت اوريدي داخل الفن مع العسكر. ايه صحيح. بس ما كان في وقت لحتى تابع، بس وقت اللي طلعت على التقاعد ساعتها بلشت اشتغل. يعني فرغت ساعتها إذا بدك، مش أيه. كتير يعني كان لازم أعمل أكتر، بس إنه إيه صار عندي وقت أكتر وظروف بتسمح لي أكتر لحتى يعني عوض عن عدم الدراسة، لأنه أنا ما درست فن. دونك مع التجربة مع الأيام بياخد واحد يعني، بس بصير بدل بعشر ساعات ياخد خمس دقايق، يعني مشان هيك العلم شغلة مهمة. أكيد. يعني بخمس دقايق أنت بدك عشر ساعات لحتى تلاقيها الشغل. anyway بهالفترة هيدي ركزت شوي على الرسم أكتر، وبتعرفي هو لذة بالنتيجة، يعني لذة ونقاهة صحيح ورواء وريحة للنفس. صحيح، في مزايا كتير الفن. رح نحكي بعد شوي عن حضرتك كمان وعن المواد اللي بتستعملها، وأيضا عن اللوحات اللي أكتر شيء هيك بتحبها أو بتميل لها. أنا ما أيضا بدي أحكي مع رشا عن مشاركتكم اليوم ضمن إطار المعرض اللي رح يمتد لغاية نهار الأربعاء المقبل إن شاء الله 28. بحرم جامعة بيروت العربية كمشاركة، لأنه في مشاركة جماعية لعدد من الفنانين. كيف كان التعامل مع الجامعة، وكيف عم بيكون كمان تقسيم إذا فينا نقول المعرض لكل هالفنانين اللي عم بيكونوا مشاركين بهالمعرض؟ هو أول شيء يعني من خلال جالوري إكزارد اللي هي اللي كانت الانترميديار بين الجامعة وبين الفنانين. صحيح. كان في لجنة وتم اختيار يعني مجموعة، نحن مجموعة صغيرة صراحة مش كتار، 8 أشخاص. في يعني مجموعة مشكلة، في تشكيل من ال بال بالمواد المستعملة بالاسلوب. نعم. باسلوب الفنانين يعني اختاروا على حسب كل واحد انه عنده مادة معينة بيستعملها او عنده لوحة مختلفة، يعني ما كان فيها التام المعين، هو الموضوع انما كل واحدة مختلفة عن الموضوع. المعرض تحت عنوان نوافذ على الطبيعة، كلنا شاغلين على موضوع البيزاج يعني المنظر الطبيعي، بس كل واحد باسلوب مختلف بطريقته. استاذ مارون، شو هني اكثر المواد اللي بتجذبك، يعني اللي بتستعملها اللي بترسم فيها؟ لانه في اوقات منهم اصعب من غيرهم، في منهم يمكن بيتطلبوا جهد اكثر او دراسه متعمقه اكثر. صحيح. هلا هن في اكثر من متيار، بس انا اخر شيء اعتمدت الاكريليك. الاكريليك لانه يعني بينشف بسرعه. صح. دونك الزيت بده وقت اطول، مع انه الزيت هو اهم انواع، بس الاكريليك بيساعد انه تخلص اللوحه بسرعه اكثر، او تخلص شقفه من اللوحه بسرعه اكثر. هلا كل رسام بفتره من الفترات بيستعمل كل الانواع. صحيح. بيمرق بكل المراحل، يعني بجرب كل شيء، للتلوين المي، الووتر كولر، ولا الزيت، ولا الفحم، ولا الرصاص، كل شيء. اخر شيء بدي اعتمد على شغله اللي هي انسب له. انا اخر شيء الاكريليك. قد ايه صار لك عم ترسم هلا بشكل تقريبا متفرغ، او يعني اكثر عم تعطي وقت للرسم؟ اذا بدك بتصور شيء 10 او 15 سنه يعني هلا اخر شيء، بس مش يعني مش عاملها انه في عندي اورير معين. لا، انه بشتغل وقت اللي بيطلع على بالي. هلا مؤخرا يعني من سنه الماضي انا عملت اول سولو عند اكزود كمان. يعني اكزود هلا بنوف فيها وبنوجه لهم تحيه، لانه نشاطهم مستمر. كما انه بدي اوجه تحيه للتجمع اللي هو كمان تجمع من اجل الفن اللي بيرقصوا فؤاد شيب، واحد من المشتركين يعني كمان فنان من المشتركين، وعضو هيئه اداريه بالجمعيه الفنانين، كمان بنوجه لهم تحيه لانه كلهم على سلامتهم وعلى راسهم الدكتور ليس ديب. يعني بقى بهالفتره هيدي يعني بعد اكزود
تقريبا يعني صار لي سنه ونص تقريبا عم بشتغل بشكل رسمي. تقريبا بشكل رسمي. عم تعطي كل وقتك. قبل كانت هوايه اكثر للفن. هوايه فلوس. ايه نعم. رشا كمان جمع هالفنانين مع بعضهم، يعني مثل ما قلت العنوان واحد هو نوافذ على الطبيعه اللي هو المناظر الطبيعيه، انما كل واحد كونه جاي من قطاع او اذا فينا نقول من خلفيه مختلفه، كل واحد منهم عم يجرب يعني ينجمعوا مع بعضهم، قديش بتلاقي كمان صعوبه يعني كمان يعني واحد يعمل معرض جماعي بالجامعه، يعني امام كمان طلاب، امام اشخاص مختصين واشخاص محترفين. يعني هي هيدي فرصه كثير حلوه، بس اللي بيميز المعرض هو هيدا التنوع، لانه الفنانين المجموعه نحن كل حدا من جاي من باك جراوند مختلف. صحيح. من دراسه مختلفه، يعني مش الكل بلش كفنان او كرسام تشكيلي، فهذا اللي بيميزنا نحن. هلا حنشوف يمكن عم نشوف صور اوريدي كمان عم يطلع على عدد من الفنانين، البيزاج كيف عم يختلف بكل فنان. صحيح، هون عم نشوف يعني كمان الاختلاف واضح يعني باللوحات، لانه بلش يقطع شوي لوحات قدامنا، رح نتابع هلا كمان نشوف لوحات لوحات ثانيه. هيدا فؤاد شاب. هيدا فؤاد شاب على اسم الرئيس فؤاد شاب. في تقنية مختلفة. استاذ مارون، شو هن اعمالك المشاركة بالمعرض؟ كمان بيزاج، بس انا اذا بدك اكثر على يعني ما بدي اسميه ابستري، يعني بلوتون وضعي. ايه؟ بس من طبيعه لبنان، يعني انا عندي بالمخزون الذاكره تبعي بيزاج معين عشت فيه وبعده ماشي معي، يعني بالاحرى مش ماشي معي، ما بيروح من راسي هالمنظر اللي هو بعده لحد هلا رزوان بضيعتنا يعني. ايه، من وين حدث جاي ضيعه؟ انا بجنوب. بجنوب جزين. نعم. اها، يعني عندك منظر مطل كمان، يعني منظر حلو. بتصدق منظر خضار. دونك هلا اكثر اوقات بس اسمه بيزاج بيطلع هيدا بدون ما اقصد، يعني حتى بيطلع هالمنظر، اوقات باخذ شقف منه كمان برسمه. تستحضرهم من ذاكرتك يعني اكثر شيء ولا بعدك بتطلع على لا على جزئين؟ بطلع اكيد. بس بفتره من الفترات كنت من الذاكره، يعني اللي مخزنين هن عم يرسمون بدون ما اشوفهم لانه ما كان فينا نطلع. ورشا، شو ابرز اعمالك كمان المشاركه بالمعرض؟ انا اعمالي ميكست ميديا، مواد مختلفه، في على خشب وعلى قماش، هني من اخر مجموعه اللي اشتغلتها. الموضوع عن بيروت، من دم يعني كمدينه بس مندمجه بطبيعه، كان في هدم للبنيان واعاده بناء لارض جديده. في تقنية الرمل يلي بستخدمها أنا على الخشب وعلى القماش بنفس الوقت، ومدخلة عليهم قطعة بلاكسي. أها. في لوحة فيها ورقة الشجر يلي هي أكثر شيء بارزة كطبيعة، كدلالة للطبيعة، الباقي في أشياء بنيان، في عصافير، هدول من البلاكسي مش رسم. فما بتشوفي عندي إنه في شجرة وفي كرسم يعني وتلوين، لا، عم تشوفي أرض وداخلها سامبل للطبيعة. ايه. أوكي. يعني في ما عن جد هالخليط موجود، يعني مثل ما ذكرتي، يعني بين انه واحد مش بس بيستعمل مادة واحدة، انما في هالاختلاف اللي ما بنشوفه بالعادة كثير باللوحات. كثير مواد لحتى نقدر نوصل الرسالة اللي نحن بدنا اياها. كم عمل رح يكون عندك بالمعرض؟ أربعة بعتقد أو خمسة. أربعة أو خمسة. وأستاذ مارون، حضرتك كمان كم عمل؟ ثلاث أعمال. وكيف عم بيكون أحجامهم كبار؟ هذا اللي بدي أسأله. كبار، متر و25. ايه. وفي وحدة 50-70. 50 كبار وحدة صغيرة. قديش بيختلف العمل عليهم؟ يعني قديش أوقات بتستصعب أوقات بتستسهل العمل على الأكبر أو على الأصغر؟ حلو كثير هذا السؤال. ايه. لأنه أنا وقعت فيه هذا. قبل أنا كنت أرسم على حجم صغير، وقت بلشت هلا من المعرض وجاي صرت مجبور، مش مجبور بس انه لازم تنوع، لازم تنوع. آه. ومطلوب، حتى مطلوب الحجم الكبير. آه. دونك فت بهالقصه، هيدي مش هينه، لا بدها كمان بدها شغل، وبضل واحد تلميذ يعني لو قد ما يصير. صحيح، وهيدا الحلو، هيدا الحلو انه بضل بيكتشف اشياء جديده. صحيح. قديش بتاخذ معك تقريبا اللوحه؟ حسب وحده منهم، يعني اذا بدك على بعضها شيء 20 ساعه، بس ما بدك تحسبيهم ورا بعضهم، يعني النهار لنقول 3-4 ساعات، 20 ساعة، بيروح له 7 ايام يعني. طب هلا العنوان الرئيسي لهالمعرض هو نوافذ على الطبيعة، انما بالعادة حضرتك شو بترسم كمان؟ بس كمان مناظر طبيعية ولا بتدخل كمان بغير مواضيع؟ هلا الأكثر إذا بدك رايح صوب الأبستري، بس بدون ما انتبه، هيدي كنت هلا بدي، بدون ما انتبه بحس إني فايت على الطبيعة، بدون ما انتبه، حتى بالأبستري بيطلع في شيء من الطبيعة. بس لا، هلا المواضيع إجمالا مواضيع من الحياة بالنتيجة، بس بشكل ابستري
وهي الحياه فيها اشياء كثير كثير ابستراكت صار الواحد ما في يفسرها كمان ولاقيها غير اوقات غير واضحه ومش كونكريت يعني كمان وحتى كمان اذا بدك كمان اون بلوس هيدا مضبوط اللي عم تقوليه بس انه كمان واحد لما بيطلع بتابلو مش واضح بيلتز انه بصير يكتشف فيه كل يوم بيلاقي شيء هيدا حلوه انه واحد يحط تابلو قدامه كل يوم يقشعه شيء بيحلله على طريقته وحلله على طريقته مزبوط. رشا كمان هون بالنسبة للمواضيع التانية اللي بتتطرق إليها يعني هون مثل ما قلنا طبيعة هي عنوان هالمعرض، إنما أنت بالعادة كمان شو المواضيع اللي بترسميها أكثر؟ أنا بلشت بموضوع المدينة عن بيروت وعم كفي على نفس الموضوع بس مش من خلال التابلو لأنه غيرت شوي وعملت سكولتور وانستالاسيون بس بعدين بنفس الموضوع بس عم عبر عنه بطريقة غير بحب على طول انا اغير يعني بطلع من اطار اللوحه وبعمل اشياء وبجرب اشياء كثير. قديش كمان بيريحك المعرض الجماعي او اوقات بتحس انه جعبة لك يكون عندك معرض فردي لك بس بيكون بيحمل توقيع مارون اثنيناتهم حلوين نمر اثنيناتهم حلوين، المعرض الفردي بدون شك هو اذا بدك بيعطي رضا ذاتي ايه بس الكوليكتيف كمان في استفاده يعني كل فنان عنده ميزه عم تقول رشا عنده ميزه معينه والعالم بتصير تقشع الشغل بعضها وبتصير تستفيد بالنتيجه بيستفيدوا من بعض والتعاون حلو كل شيء كوليكتيف حلو بالنتيجه في ايشانج للخبرات ايه اللي حلو بالكوليكتيف الجامعي انه بيصير في إشانج للخبرات للتكنيك يعني بتصيري بتسألي أكثر بتشوفي أشياء أكثر غير ما تكوني أنت لحالك أكيد هيدا يعني عم بيكمل شغلك كلياته أنك تعملي معرض سولو بس المجموعة مهمة لأنه أصلا كل ما تشوفي أشياء كل ما بتتشجعي أنك تشتغلي أكثر مزبوط على كل الأحوال بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله لحضرتكم ولا الست فنانين الآخرين كمان اللي رح يكونوا موجودين اليوم بحرم جامعة بيروت العربية وبنرجع بنذكر أنه الموقف مؤمن ورح يتم افتتاح الساعه 5 وباقي المعرض لغايه الاربعاء الجاي ب 28 تشرين الاول الحالي. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم استاذ مارون ورشا ورح نتابع محطاتنا بعد لحظات ثانيه وخلينا نحكي خليكم معنا.